كنفيزر مع جوج وربع هكا، كان انفجار قوي وكانت كان اول ملتحقين العساسه ديال وزاره مراقبه الصحه الغذائيه والناس اللي كيخدموا في العساسه. وكان ملي دخلنا لاخر لقينا الاشلاء ديال الناس اللي ماتوا الله يرحمهم. هنا شعل انفجار هالع في الوسط ديال الخدمه في كاع الوزارات اللي قريبه للمكان، وكان اثر كبير لان العساسه اللي ماتوا الله يرحمهم كنا كنعرفوهم وكانوا حدانا. كاين تضارب لان باش دخلنا ما لقينا الاشلاء، ما قدرناش نشوفوا داك الشيء. المهم جوج العساسه كنعرفوهم ماتوا، وشي وحدين طاح عليهم الردم لان هو ناتج على انفجار واحد الساخن ديال الماء، انفجار قوي. السيد اللي كان كيدوز مات سير بلاص، ومنين انفجر طاح عليهم التند ديال التروازيام ايطاج في الدوزيام. صافي كاين تطويق امني، انا كنشوف كانت عندي صوره مباشره ديال فين دايرين ما يدوش الناس لداخل، فين كاين الترياب ديال البيبان وداك الشيء، الردم ديال البيبان.